هو بيطبق أصلاً في قضايا أخرى، بمعنى قضية الإتجار بالبشر. الدول اللي مش ملتزمة أو اللي مازال فيها إتجار بالبشر، الدول دي في أصلاً مشروع قانون أمريكي بكده. فالناس اللي بتكلم إن شمعنا الحريات الدينية، ما هو بيطبق في حالات أخرى. يعني هذا الشيء بيذكرني بالحقيقة بأجندة الحرية اللي أطلقتها إدارة بوش. يعني هذا الربط ما بين الحريات والمساعدات فكرة قديمة بالحقيقة، وأنا مالي ضدها على الإطلاق، لأنه دافعين الضرائب بأمريكا هن اللي عم مولوا هاي المساعدات، وما بدنا يعني يصيروا شركاء كمان بالانتهاكات اللي عم ترتكبها الأنظمة الاستبدادية. فأعتقد أنا نعم حصير في تعقيدات دبلوماسية نتيجة هيك خطوة، بس لا بأس.